فاللقاء كان يعني في حد ذاته طبيعي، كون الحكومة مسؤوليتها تسهر على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، وهي قادمة للبرلمان باش تعرض هذا البرنامج وتشرحه. من طرف بعض الأحزاب تاع المعارضة قال كيفاه يعني الوزير الأول اللي يلتقي مع بعض الأحزاب ولا يلتقي مع أحزاب أخرى. احنا هذه المبنى مقر رئاسة الحكومة ولا رئاسة الوزراء هي مقر الدولة الجزائرية، أي حزب يريد اللقاء فمرحبا به، ما عليه إلا يعلن على نيته. أما الحكومة في نظام سياسي ديمقراطي من طبيعي أن تلتقي مع نقدر نسميهم حلفاها، وهم حلفاء برنامج الرئيس، قبل الذهاب إلى نقاش ديمقراطي يكون فيه صوت المعارضة، ووجود المعارضة ضروري. فهذا هو يعني السبب الأول تعليقة. ثانيا نأمل أن تكون ولماذا لا سنة من زمن إلى زمن، عشيت مواعيد كبرى مثلا عندنا موعد قانون المالية قادم باش نشرح للإخوة اللي شرفونا بالحضور التوجهات الكبرى تاع مشروع خطة عمل الحكومة، وكذلك تاع مشروع تعديل قانون القرض والنقد، لأن كذلك موضوع هام في الجو السياسي ولا تأثير البلاد في الظروف الحالية. عندهم الآن أسبوع كل النواب عندهم المشروع في الأحزاب الموالاة وفي الأحزاب المعارضة، والحكومة قادمة يوم الأحد صباحا باش تشرح للكل وتستمع من طرف الكل وترد فيما بعد للكل. إذا ما كان فيه لا إقصاء لا إبعاد، لكن الحوار نحن ننظر للحوار كآلية ولا وسيلة تستجاب غاية ما. إذا كان غدا الحكومة عندها موضوع لازم تشاور فيه الساحة السياسية، سترسل دعوة لكل الأطراف حتى لي من ممكن ترفض القدوم، هذا واجب نأده. أما هنا كان لقاء لتنسيق قاعدتنا السياسية كحكومة والذهاب للكل ونحاور الكل ونسمع الانتقاد من طرف من يريد الانتقاد ونجاوب بلباقة وباحترام كل الأطراف.